ايه اللون ده؟ ايه الحلاوة دي؟ حركات. لا فظيعة فظيعة. بص يا جماعة لازم جمالها نفتح نفس كل الناس اللي على الترابيزة هياكلوا إيه؟ اكتر في ثلاث وهينبسطوا في ثلاث دقايق خلصنا كابوريا. بصوا تحفة تاخدش اي وقت خالص. ماشي الجمبري بقى. ايوه هناخد الجمبري. ايوه وحضرتك بتحطي هقول بس ايه المقادير بسرعة. جمبري هنعمل جمبري مشوي يا جماعة. هنحتاج كيلو جمبري مش متقشر بقشره، معلقة كبيرة توم، ملح وفلفل اسود، بابريكا، خلطة بهارات مأكولات بحرية، عصير ليمون، كمون، ويستر صوص اهو، وعسل. لا دي عسل. لا عسل. والعسل انت حطيتي الويستر صوص. وعسل، معلقة عسل كبيرة، معلقة هريسة شطة. الله الله يا جماعة الاكل النهاردة رهيب. وكوباية الا ربع زيت، وللتزيين بقدونس. حلو قوي قوي الكلام ده. انا شايفه كلام كبير قوي هنا. قوي قوي وما بياخدش. تصدقي دي اكتر اكله فيفيان ما بتاخدش كرفس كمان وقت خالص. خالص. الله عليك. وبتخلص بسرعه جدا. يعني ما هي الكابوريا اللي المفروض اكله يعني بيدفع فيها قد كده خلصناها في ثواني. بالظبط. الله عليك يا امور. طيب ترش خل كمان. ماشي عايزين دول خلاص. حطيتي عصير ليمون عسل. العسل كمان هنحطه دلوقتي. اوكي هنقلبه كويس جدا. وزي ما قلت لكم الحاجه دي لما بتتعمل من قبلها بيوم تتغطى تتحط في الثلاجه بتدي طعم مختلف تماما، سواء كابوريا او جمبري. بالظبط كابوريا جمبري سمك. لو تبلتيها قبليها ب 24 ساعه وسبتيها في الثلاجه بتبقى احلى كتير. انت هتستخدمي نفس الحل؟ انا هاخد نفس الحل لان كله اكله بحريه. بس حط كل الكلام ده هنا لوحده وده لوحده. بالظبط. اوكي هحط كمان معاها الفلفلايه. و خدي راحتك خدي مطبخك بيتك ومطرحك. في ناس كتير فاكره ان الليمون لما بيتحط بقشره بيمرر. لا ما بيمررش. اوكي اللي بيمرر الحته الاولى في الليمونه من فوق والحته اللي تحت. دي اللي نشيلها بس. تمام. احط بصل اخضر وممكن تحطي بصل احمر بصل عادي. ماشي تمام بطريقه كبيره كده. وفلفلايه فلفلتين زي ما انتوا عايزين. الله الجمبري برضو يا فيفيان ما بنقعدش نقلبه بنقطعه برضو. بنقطعه هحط معلقه العسل بقى برضو. العسل ده بيخلي الجمبري طري ولذيذ. بيدي طعم كده سويت اند ساور بيبقى حلو قوي مع الويستر صوص كمان بيبقى فظيع. حلو قوي. معلقه عسل واحده يا عموله. معلقه عسل واحده بس. اوكي تمام قوي قوي. على فكره انا عايزه اقول لك ان الطاجن بيقول احلى كلام ان شاء الله. يعني اما يطلع تشوفي جماله. شوفوا الجمبري على طول اول ما بنحطه على النار بيبدا يطلع اللون الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. ناس كتير قوي فاكره ان هي لازم تشتري الجمبري لونه اورنج كده. لا هو مش اورنج هو بيبقى يا جراي. انا هشتري مستوي جاهز. يعني عارفه بيبقى لونه جراي اكتر اصلا. اوكي وبنفضل بقى ننطقه. ايوه بالظبط. طب بصي بقى انا عامله لك ايه. وريني بقى. ده بقى فيفيان عملت رز الصياديه. تسلم ايديك يا فيفيان. عليك السمك تسلم وعلي إيديك. الرز تسلم ايديك. لا وعامله لك ايه كمان. فضلوا معانا على فكره. ده احنا يعني نتمنى انكم تيجوا تاكلوا معانا. بقول لك ايه والطحينه. طبعا الطحينه دي اهم حاجه مع اكل السمك. طبعا ايه رايك في ناس مش بتعرف تاكل الكابوريا عقبال ما الجمبري يستوي. ممكن تقول لنا دي بتناكلها ازاي؟ دي يا جماعه تشمره. أيوة. تجيبي لي ايه؟ جوانتي؟ لا ماشي. مين بياكل بجوانتي؟ قولي لي. خلينا طبيعيين خلينا طبيعيين. قولي لي. افتحي كده عادي. ماشي بصوا هنفتح. أيوة. كده اتفرجوا عليها كده. وانا هاخد. بصوا بقى الاصفر ده في ناس فاكره ان هو يترمي. لا ده ما بيترميش. ده احلى حاجه اللي هو البطارخ. بجد؟ طبعا. طب ثانيه واحده كده. ده البطارخ وبعدين تقسمي بقى كده. الله بصوا يعني الكابوريا يا جماعه بتتاكل بالشكل ده ما بتتاكلش باي شكل تاني خالص. بقى؟ ولا شوكه ولا سكينه ولا جوانتي. ولا جوانتي. اغسل ايدي. استني هجيب لك ماي. طيب او كلينكس. عبير يا عبير. ازيك يا عبير عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله يا حبيبتي وانا من القلب للقلب. ايه رايك في حلقه النهارده؟ جميله تحفه زيك والله يا حبيبتي ربنا يخليكي. شفتي منوراني مين؟
شيف امل ذوق زي حضرتك والله. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. عندك اي سؤال عن السمك؟ والله انا محتاجه اقول اي حاجه، حاجات جميله يعني. يا حبيبتي ربنا يخليكم. بشكركم يا رب، بشكركم بالتوفيق ان شاء الله. والله نورتينا حبيبتي وشرفتينا. عايزه اسمع صوتك على طول. عايزه اقول لك ان الحاجات اللي على الكابوري اصلا ايوه تتاكل. بصي الميزه انك لما تعملي اكل يا فيفيان يعني كل قوي. الحاجه اللي بتحطيها تقدري تاكليها، لو حطيتيها مع الرز هينقل الرز لحته ثانيه. الخضار ده يتحط على الرز وهمي. خطير. شوفوا الجمبري ما بياخدش وقت يا جماعه على هي النار بس هاديه شويه، لو النار اعلى من كده ما بياخدش اكتر من 6-7 دقائق. أوكي. لو قعد، في ناس بتشتكي كلت جمبري عند جارتي عند صاحبتي في الريستوران كان مجلد. ليه مجلد؟ لانه بيبقى مستوي زاد عن اللزوم، مش أصلاً. عشان نوع الجمبري وحش. فاهماني؟ اصلا الجمبري بالظبط بياخد حوالي من 6 دقائق ل 8 دقائق. الله. بس اهم حاجه انك تبقي واقفه قدامه كده. احنا مسخنين فحم. بصي دي بقى ومولعين فحم. حسبي. استوت. الله. استوت. الله. الله. احمد معانا. مين؟ ام احمد. ازيك حبيبتي؟ شم الريحه يا ام احمد. عامله ايه؟ الحمد لله تمام كويس. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. بصي انا بعشق بجد 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 البرنامج بتاعك تحفه. يا حبيبتي ربنا يخليكي، دي احلى كلمه ممكن اسمعها بجد والله. انا بسيب كل برامج الاكل واتفرج على برنامجك، مع انه بسيط وسهل بس جميل، كفايه خفيف دمك وروحك. يا حبيبتي ربنا يخليكي والله، انتوا احلى، انتوا احلى ناس اصلا، ربنا يخليكوا ليا. شفتي مين منوراني النهارده؟ اهلا وسهلا، منوره البرنامج والله لذيذه، وانا بعشق السمك اصلا يعني لو اكلته كل يوم مش هشبع وبصراحه. لا امال حاجه ثانيه. فيفيان مستمتعه هي باكل السمك. هي هتنقل لكم ايه الاخبار. رهيب. اتفضلي مع فيفيان. اتفضلي. حبيبتي عبير نورتي. كان اول مره اتصل على برنامج. طب ممكن توعزيني عموما؟ والله من ممكن توعزيني ان ما تبقاش اخر مره، عايزه اسمع صوتك على طول ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، نورتيني والله. الله يخليكم، انت طيبه. شكرا حبيبتي. يلا بقى شوفوا الجمبري كده استوى. الله. يعني ما فيهوش اي اختراع. الله. شوفوا لونه كله غير، الجمبري مستوي 100%. هننزل بيه. لازم ال طريقه التقديم تبقى لذيذه كده. ايوه. شوفوا الصوص بتاعه نازل معاه، ما نرميش منه اي حاجه. اموله اموله شهيتيني يا اموله. شوفي بقى. لا ثانيه لسه. اتفضلي بقى شويه ديكوريشن اهو. هاتي الليمون. امل بتهتم بالبرزنتيشن يا جماعه بشكل. ده بقى يعني الجارنش اللي احنا بنحطه ده بيبقى لذيذ قوي، بيفتح النفس ويخلي الناس كده ايه مبسوطه. الله. انا مبسوطه. وكل حاجه فيه احلى حاجه ان هي بتتاكل. حبيبتي. كرفس طبعا. تعرفين انا بلبس ليه؟ علشان هدوق. ايوه هدوق مش هدوق. حبيبتي اموله انت نورتيني شرفتيني وباركتيني. سلميلي. فين البصل؟ البصل. اتفضلي. البصل. وخطوه عزيزه علي قوي، وانت عارفه انا بحبك قد ايه وحبيتك اكتر. انا سعيده جدا جدا بجد، من اكتر البرامج اللي بطلع فيها وببقى مرتاحه جدا. احنا مع فيفو. في البيت. مع فيفو يعني. بجد والله بحس ان انا يعني صاحبه المكان مش ضيفه. ايوه طبعا حبيبتي نورتيني بجد. كوسانتي طيبه. انت نورت الدنيا. وقولي بقى كلمه للناس حبايبك اللي بيتفرجوا علينا النهارده. ماشي وانا هاكل. اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وكل سنه وكل المؤمنين بخير، ويا رب دايما متابعينا، وانتم دعمنا وظهرنا بجد، انتم اللي بتسندونا، انتم اللي بتكبرونا حبيبتي. وثانك يو لفيفيان، ثانك يو لقناه تن، نورتيني وشرفتيني. واستنونا بكره في حلقه حلوه جدا برضو، اكيد ما فيهاش اموله بس يعني فيها بركتها اللي حلت في المكان بجد. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، انا مبسوطه بيها جدا، يا رب انتم كمان تكونوا مبسوطين. بكره استنونا من 1 لـ 2 في حلقه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم، على قناه تن تي في، في برنامجكم كل يوم اكله. باي باي.